لنستقبل تاني ضيوفنا لليوم، ولكن اليوم رح نحكي بالثقافة والأدب واتحاد كتاب العرب. تماما يا رشا، نشاطات كثيرة بيقوم فيها اتحاد الكتاب العرب، بتجمع ما بين الأصالة والحداثة وتطوير الواقع الاجتماعي والعمل الفكري. لا شك أنه بتقع على عاتقهم مهمة عظيمة هي التنوير والتثقيف والإبداع يا رشا. أكيد اليوم رح نضوي على فعاليات مستمرة ومحاضرات وإصدارات جديدة لمختلف الشرائح العمرية، رح نتعرف عليها اليوم بمحطتنا لليوم. وضيفنا لليوم هو رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، رح نحكي أكثر عن أهم النشاطات والإنجازات اللي عم يشتغل عليها الاتحاد. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن دور الاتحاد بشكل عام. نعم، حقيقة يعني اتحاد الكتاب هو إحدى المؤسسات الثقافية في سوريا، وهي مؤسسة ثقافية غير رسمية صح التعبير. طبعا لا يمكن لاتحاد الكتاب العرب أن يقوم بأي عمل، وهذا الشيء يجب أن نتفق عليه، في أي عمل يمكن أن يقوم أو أن يكون في بلدنا أو في أي بلد آخر، يعني سواء كان هذا العمل ثقافيا أو كان إعلاميا أو كان اجتماعيا، لابد من تضافر جهود. وبالتالي فإن اتحاد الكتاب العرب تتضافر جهوده مع جهود بقية الاتحادات، مع المنظمات، مع الوزارات المعنية بهذا الشأن. يعني لا يمكننا أن نقوم بفعل ثقافي إذا أردناه فعلا مؤثرا دون التنسيق مع بقية الجهات، وزارة الثقافة، وزارة التربية، منظمة طلائع البعث، الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الشبيبة، كلها وحتى الفرق الشبابية الموجودة على اتساع الوطن والتي لا علاقة لها بهذه المؤسسات، وإنما يمكن أن تقوم ببعض الفعاليات معها، فهذه كلها في صلب اهتمام اتحاد الكتاب العرب. اتحاد الكتاب العرب كما تعلمون تأسس بموجب مرسوم في عام 1969، وبعد ذلك بدأ التطور في اتحاد الكتاب من خلال مجالات عمله، من خلال جمعياته، من خلال فروعه في المحافظات. ففي جميع المحافظات السورية هناك فروع لاتحاد الكتاب العرب، هناك سبع جمعيات أيضا في الحقول الأدبية المختلفة، في القصة، في الشعر، في الرواية، في المسرح، في أدب الأطفال، في جميع هذه الأصناف الأدبية. ويوجد أيضا نشاط خارجي لاتحاد الكتاب العرب، هذا النشاط الخارجي من خلال وجوده كجزء أساسي، ونحن نعلم بأن اتحاد الكتاب في سوريا كان من المؤسسين للأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب على مستوى الوطن العربي، وهذه الأمانة العامة بقيت في سوريا لعدة دورات. وكان الأمين العام من سوريا كان الدكتور علي عقلة أرسان، نذكره بكل الخير والمحبة. فأيضا هناك عمل من خلال الاتحادات ومن خلال اللقاءات أيضا التي شاركت بها سوريا من خلال اتحاد الكتاب في عدة دول عربية، والتي كان آخرها في موريتانيا أثناء القمة الثقافية العربية الإفريقية التي عقدت. وبعد فترة أيضا قريبة يوجد مشاركة سورية أيضا فاعلة في مهرجان المربد في العراق في مدينة البصرة. يعطيكم العافية دكتور. اليوم عم تشتغلوا محليا ودوليا، ونشاطاتكم موجودة بكل المحافظات السورية. أكيد بدأنا 2023 وكنتوا اشتغلتوا جملة من النشاطات، خلينا هيك نمر عليها ولو بشكل سريع أهمها. نعم، حقيقة في عام 2023 كان هناك اشتغال أيضا داخلي واشتغال خارجي. هناك شيء أساسي نعمل عليه رفقة زملائي أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب ومقرري الجمعيات ورؤساء الفروع وأعضاء مجلس الاتحاد وجميع أعضاء اتحاد الكتاب العرب، وأيضا بالتنسيق مع الوزارات المعنية كما قلت قبل قليل، وزارة الثقافة، وزارة التربية، كل منهم يقوم بجهد كبير في هذا المجال. ولكن كما قلت لابد من تضافر الجهود جميعا، ولابد من المحبة في هذا العمل، لأن أي عمل لا يمكن أن يكون أساسه المحبة لا يمكن له أن ينجح. اتحاد الكتاب العرب حقيقة خلال عام 2023 كان له العديد من الفعاليات، كان له الكثير من الفعاليات. مثلا إذا أردنا أن نتحدث على الصعيد الخارجي، كان هناك مشاركات كبيرة في معرض الكتاب مثلا في تونس. معرض الكتاب لعام 2023 كان هناك يوم ثقافي سوري تم تخصيصه للحديث عن انعكاس الحرب على الأدب السوري، شاركت به سلة من زملائنا أعضاء اتحاد الكتاب العرب، زميلتنا الروائية المعروفة أنيسة عبود، والناقد المعروف الدكتور أحمد علي محمد،
وأيضا الروائي المعروف الدكتور حسن حميد، وكنت أنا معهم في ذاك الوفد وشاركنا، وكان هناك تفاعل كبير من قبل الجمهور التونسي في معرض الكتاب. أيضا كان هناك عدة لقاءات عقدت في سلطنة عمان، كان هناك لقاء وتمت المشاركة أيضا بتكريم الأطفال في عمان، وتم تكريم اتحاد الكتاب في سوريا لدوره وعمله في تعزيز التضامن العربي، التضامن الثقافي، والعمل على وحدة ثقافية عربية إن صح التعبير. أيضا كان لنا حضور في مسقط في عمان، ومن ثم كان لنا حضور آخر أيضا في القاهرة، كان هناك عقد لاجتماع للأمانة العامة في القاهرة، وكان هناك اجتماع لاحق بسبب الحرب التي أصابت غزة، حرب الإبادة التي يشنها المحتل الصهيوني، فكان هناك أيضا اجتماع للأمانة العامة، اجتماع طارئ من أجل تضافر الجهود والعمل الثقافي والتأكيد على حضور الثقافة في الفعل الرسمي العربي وقول الكلمة الصادقة إن صح التعبير. كان هناك أيضا اجتماع مع عدد من المسؤولين، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، من أجل أن يكون هناك أيضا رأي للكتاب في القمة العربية التي عقدت في الرياض. لاحقا أيضا كان هناك قمة ثقافية عربية في موريتانيا. أثناء هذه القمة الثقافية العربية في موريتانيا أيضا كان هناك لقاء ثقافي عربي إفريقي. نحن نعلم بأن هناك محاولة إن صح التعبير لاختطاف إفريقيا، لاختطاف العروبة، لاختطاف الانتماء في إفريقيا من محيطها، من أصالتها، من واقعها العربي التي عاشت فيه. في هناك محاولات من أجل أن تسيطر الفرنكفونية على اللغة العربية، وأن تجعل اللغة الفرنسية هي الحاضرة والمهيمنة، والثقافة الفرنسية هي الحاضرة والمهيمنة على الثقافة العربية. فكان هناك أيضا لقاء مع بعض رؤساء الاتحادات والنوادي والأسر العربية في عدة دول إفريقية، في تشاد، في النيجر، في نيجيريا، في ساحل العاج، عدة دول إفريقية، في مالي أيضا كان هناك عمل بهذا الاتجاه. والآن سيكون هناك حضور أيضا لسوريا في مهرجان المربد، وهناك عمل آخر نشتغل عليه، هو أن يكون كما يوجد في بعض الدول العربية أو بعض الدول القريبة من بعضها، هناك اتحاد مغاربي مثلا، هناك اتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي، أيضا نعمل على أن يكون خلال هذا العام هناك اتحاد مشارقي للكتاب العرب، يقوم من عدة دول، هذه الدول من سوريا، من لبنان، من العراق، من فلسطين أيضا، من لبنان، هذه الدول تكون ضمن اتحاد من أجل تنسيق الجهود والقيام بفعاليات مشتركة، ولا سيما أن هناك قرب في الجغرافيا، ويمكن أن تكون اللقاءات أسهل بين هذه الدول. تماما. بالإضافة لهذا الشيء دكتور، الاتحاد عم يقوم بجملة من الفعاليات والأنشطة وأيضا المحاضرات اللي هي عم تأكد ملامسة الاتحاد لقضايا ومناحي الحياة الإنسانية. خلينا شوي نحكي عن الجانب من هذه الأنشطة اللي عم تقوموا فيها. نعم، هذا جانب مهم جدا في العمل الثقافي حقيقة، وفي أي عمل، في العمل الثقافي، في العمل الاجتماعي، في العمل الديني، في العمل، لأنه جانب إنساني أخلاقي. ونحن إذا لم تكن منظومتنا عموما قائمة على الأخلاق وعلى القيم وعلى هذه الأسس العالية فلا يمكنها أن تنجح نهائيا. حقيقة نحن في اتحاد الكتاب العرب خلال هذه الدورة، وأنا هنا يعني أشكر جميع زملائي الذين سبقونا سواء في رئاسة اتحاد الكتاب أو في المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد على جهودهم، ولكن خلال هذه الدورة كان لابد لنا أيضا أن نقوم بدور إنساني، وهذا الدور هو دور ملح ودور ضروري جدا، من خلال متابعة زملائنا الكتاب، سواء أكان هؤلاء الكتاب هم أعضاء في اتحاد الكتاب العرب أو لم يكونوا أعضاء في اتحاد الكتاب العرب. فكنا نقوم بزيارات متواصلة لهؤلاء الزملاء، نقوم بتقديم ما يمكننا أن نقدمه من خدمات في المشافي، في الأماكن التي يحتاجونها، لأننا نحن نعلم بأن معظم أو نسبة كبيرة من الكتاب هم من المتقدمين في السن، وهناك أمراض وهناك يعني مشكلات كثيرة يعانون منها. فكان الاتحاد الكتاب العرب سباقا حقيقة
في هذا العمل وفي هذا الدور الإنساني وفي التواصل مع جميع الزملاء الذين اعتقدوا أن مؤسساتهم التي أسهموا في يوم من الأيام في بنائها وفي نهوضها وفي تطويرها أيضا أنهم نسوا بشكل نهائي أو تم تناسيها. لا على الإطلاق، كان اتحاد الكتاب، كان زملاؤنا في اتحاد الكتاب حاضرين في كل هذه اللقاءات، وذهبنا إلى عدة محافظات من أجل التواصل مع هؤلاء، سواء أكان هذا في أمراضهم، في معاناتهم، أو في أي عمل ممكن أن يقوم به. يعني مثلا عندما يقوم زميل لنا بطباعة كتاب جديد، لا بد لنا من أن نسلط الضوء أيضا على هذا الكتاب، لأن هذا من شأنه أن يحقق له شيئا أيضا من الفرح ومما يليق بهذا المنجز وبهذا العمل الإبداعي، فلا بد لنا أيضا أن نتعاون في هذا المجال. أيضا عندما يقوم شاب، وهذا الشاب أو فتاة ليس عضوا في اتحاد الكتاب العرب، يكون عنده كتاب مثلا يريد أن يطبعه أو يريد أن يصدره، فيمكن أيضا لاتحاد الكتاب العرب أن يساهم بشكل أو بآخر في نجاحه وفي إعطائه حقه وفي المساعدة والأخذ بيده إلى المكان الذي يليق به. يعني يمكنني أن أقول بأن هذا هو مختصر عن الواقع الإنساني، الواقع الثقافي في اتحاد الكتاب العرب، ولا سيما المتعلق بالحالات الإنسانية، الحالات الأخلاقية التي يجب أن يكون الاتحاد حاضرا فيها. طيب دكتور، خلينا نروح لعالم الطفولة، وأنتم بتعرفوا أنه هو السهل الممتنع ودائما في حذر بأي محتوى يقدم للأطفال. حضرتك خبرتنا أنه اليوم تم إصدار مجلة، خلينا نقول بإصدار جديد بتقنية جديدة، هي كان اسمها شام الطفولة وغيرتوا اسمها للفيحاء. خلينا نحكي عن محتوى ونحكي بشكل عام عن إصدارات الأطفال. نعم، حقيقة في اتحاد الكتاب العرب كان هناك اهتمام كبير في الطفولة. البعض ينظر إلى مؤسسة اتحاد الكتاب أو إلى اتحاد الكتاب العرب على أنها مؤسسة للنخب فقط أو للنخبة، وهذا خطأ كبير يقوم به أو يذهب بهذا الاتجاه البعض من زملائنا. اتحاد الكتاب العرب في نظامه الأساس، في نظامه الأساسي وفي مواده، في نظامه الداخلي، هناك تأكيد على رعاية المواهب الشابة، رعاية المواهب عموما. عندما أنا أتحدث عن رعاية المواهب، فإن رعاية المواهب هي تشمل الأطفال وتشمل أيضا الشباب، من هم الناشئين والشباب أيضا. وبالتالي فإن اتحاد الكتاب العرب قام أو وسع باتجاه التعاطي مع الأطفال. صحيح أنه يوجد هناك جمعية في اتحاد الكتاب العرب، هي جمعية أدب الطفل، ولكن نحن في المكتب التنفيذي وأنا شخصيا لا أريد لهذه الجمعيات أن تبقى فقط حبيسة جدران أربعة أو حبيسة اجتماعات تعقد شهريا من أجل أن يقدم كل صاحب خبرة في الكتابة الطفلية ما كتبه أو ما أنجزه. لا، ليس هذا على الإطلاق. لا بد أن يكون هناك لقاءات مع هؤلاء الأطفال. إلى أين يذهب هؤلاء الأطفال؟ من أين يغذون ثقافتهم؟ ومن أين يمتلكون، أو من أين كيف يحاولون تحصين وعيهم أو يبنون وعيهم؟ كان حقيقة هذا في اتحاد الكتاب حاضرا بقوة، فذهبنا إلى عدة محافظات، التقينا مع أطفال، أقمنا لقاءات مع أطفال في عدة محافظات، وهنا أيضا في سوريا كانت هناك عدة لقاءات. تعاوننا مع اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث في هذا المجال، وأنا هنا لابد لي أن أشكر منظمة طلائع البعث حقيقة على الدور الذي يقومون به والعمل التشاركي بيننا وبينهم بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال. أيضا عمل اتحاد الكتاب من خلال لجنة تحدي القراءة مع وزارة التربية، أيضا مع وزارة الثقافة، من خلال ما قمنا به من توزيع بعض أو عدد كبير من مجلة أسام على الأطفال. هذا كله كان في صميم عملنا. هنا أنتقل إلى الجانب الذي تفضلت به، وهو مجلة شام الطفولة سابقا التي اليوم أصبحت فيحاء، والتي أطلقت قبل أيام قليلة بحلتها الجديدة. هذه المجلة كان يصدرها اتحاد الكتاب العرب، ولكن كان هناك تقاطع في الاسم بينها وبين بعض المجلات الصادرة عن وزارة الثقافة، والتي هي مجلة شامة. فكان لابد لنا أن نخرجها بحلة، كان لابد لنا أن نطورها، أن نطور فيها، لابد لنا أن نجعل الطفل أيضا حاضرا فيها من خلال
كتابته، من خلال تحريره لبعض المواد، من خلال حظه أيضا على الكتابة عن بعض الأماكن الأثرية في بلده في سوريا. كل طفل مثلا ممكن أن يكتب عن مدينة، مثلا طفل يمكن أن يكتب عن أفامية، طفل يمكن أن يكتب عن صيدنايا، عن معلولة، عن مناطق كثيرة من هذه المناطق، حتى تبقى هذه الأماكن حاضرة في وعي الطفل. أيضا هناك كان مساهمات لكتاب كبار ممن عندهم تجربة أيضا في الكتابة، فكان هناك تعشيق في الكتابة ما بين الطفل وما بين الكبير، وكان الكبير يطلع على ما يكتبه وما يفكر به هؤلاء الأطفال، وكان الصغير أيضا أو الطفل يتعلم من هذا الكبير. كان هذا هو أساس ما اشتغلنا عليه في مجلة فيحاء، وحقيقة أطلقناها قبل يومين في اتحاد الكتاب، وكان هناك حضور كبير من قبل الأطفال، وفي محاولة أيضا لتشجيع الأطفال على الإسهام في هذا العمل، في العمل الثقافي، كانت هناك مسابقات وكانت هناك جوائز وكان هناك توزيع كتب لهؤلاء الأطفال الذين أتوا للمشاركة. لأنك أنت عندما تستمعين إلى طفل أو إلى طفلة تكتب ويكون عندها هذا الوعي ويكون عندها هذا الانتماء الحقيقي لبلدها، فإن من واجبك أنت أن تحسني احتضان هذه الموهبة وأن تحسني رعاية هذه الموهبة. حقيقة كان هناك في هذا اللقاء الكثير من الأمور الجميلة، يعني مثلا عندما أجرينا مسابقة للأطفال قبل يومين عند إطلاق المجلة، وكانت هذه المسابقة تتحدث عن المدن الفلسطينية في ذاكرة هؤلاء الأطفال، ما هي المدن الفلسطينية، من يذكر المدن الفلسطينية؟ فقام بعض الأطفال في المرحلة الابتدائية وقال تل أبيب، البعض مع الأسف بعض الزملاء أرادوا أن يذهبوا بهذا الطفل، لا، نحن كان من واجبنا أن نوعيه، أنت أمام ضخ إعلامي غربي يحاول أن يزيف وأن يشوه الأسماء والمدن وكل شيء، وبالتالي فإن من واجبنا نحن أن نوضح له. وعندما وضحنا له بأن العدو الصهيوني هو الذي زيف اسم المدن الفلسطينية وأطلق عليها هذه الأسماء الصهيونية، فكان الطفل سعيدا جدا بأن وصلته هذه المعلومة كما ينبغي أن تصل. هذا هو الدور الذي يجب علينا جميعا أن نقوم به، وهذا هو الدور الذي يحاول اتحاد الكتاب أن يقوم به، لأن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا اليوم جسام، ولأن المرحلة بالغة الصعوبة وبالغة التعقيد، وتم الاشتغال كثيرا أيضا على الأطفال من أجل أخذهم إلى أماكن يعني لا يمكن أن تكون لصالح بلدنا ولا لصالح ثقافتنا ولا لصالح تربيتنا. تمام، قديش مهم اليوم ندمج الأطفال بهي الأنشطة الثقافية، حتى الأطفال اللي ما عندهم وعي بهذا الشيء كمان كتير مهم أنه ندمجهم بهي الأنشطة. خلينا نحكي دكتور عن الحركة الثقافية الحالية، كيف بتشوفها؟ يعني الحركة الثقافية الحالية إذا أردناها بين الواقع والمأمول، فحقيقة نحن نطمح بالتأكيد بأن يكون الواقع الثقافي أفضل بكثير مما هو عليه الآن. أنا قبل أيام قليلة أو قبل فترة بسيطة كان هناك بعض الزملاء الذين شاركوا في معارض للكتاب في بعض الدول العربية، فتواصلوا معي وأخبروني بأن هناك يعني شيء أقرب ما يكون إلى الخيال في تلك الدولة، فقلت لهم عندما تتوفر عندنا الإمكانيات المادية المتوفرة في تلك الدولة يمكننا أن ننجز وأن نحقق أفضل مما تحقق هناك. نحن عندما نتحدث عن الواقع الثقافي لابد أن نتحدث عنه في واقع الإمكانيات أو في يعني وفق الإمكانيات المتاحة والموجودة عندنا. نحن الإمكانيات اليوم دولة يعني هي أكثر من 12 عاما في الحرب وفي الحصار وما شابه ذلك، لابد أن ينعكس هذا سلبا على كل المجالات، على الثقافة وعلى الإعلام وعلى الاقتصاد وعلى واقع المواطن عموما. يعني من لم يتأثر بالحرب والثقافة هي جزء أساسي من هذا الواقع هناك، ولكن مع هذا استمرت الثقافة، استمرت طباعة الكتاب، استمر إصدار الدوريات، وحتى وإن كانت هذه الدوريات إلكترونية ولكنها ما زالت، لم ينقطع الفعل الثقافي في سوريا وفي اتحاد الكتاب، في وزارة الثقافة، في وزارة التربية خلال هذه الحرب.
عندما يكون هناك الأوائل دائما في تحدي القراءة أو في كثير من المسابقات العربية على مستوى الوطن العربي من سوريا، فإن هذا له الكثير من الدلالات. ما زالت ثقافتنا بخير، هي بحاجة إلى مزيد من الوعي، إلى مزيد من التحصين، ولا نتحدث عن التحصين بمعنى الانغلاق، لا على الإطلاق. التحصين المراد منه الانفتاح، ولكن مع وعي عالي المستوى. هذا هو الذي نريده. عندما يتحقق هذا، فإننا يمكن أن نقول بأن ثقافتنا ستكون أفضل بكثير مما هي عليه الآن، من غير أن ننسى أن ثقافتنا ليست سيئة. عندما يزور المرء الكثير من الدول أو بعض دول العالم والدول العربية التي لم يضربها الحرب ولم يضربها الإرهاب، سيجد أن الثقافة في سوريا أفضل بكثير من غيرها من الدول في العالم. أيضا عندما نتحدث عن وعي أطفالنا، هناك وعي كبير. قبل فترة ذهبنا إلى مدرسة أفاق المستقبل في جبلة، كان لنا لقاء مع الأطفال. الوعي الموجود عند الأطفال والأسئلة الموجودة عند الأطفال، وأحيانا أسئلة تكاد تكون محرجة للكثيرين منها، هذا يدل أيضا على أن ثقافتنا بخير وعلى أن طفولتنا بخير. ولكن يجب علينا أن نشتغل على شحذ الهمم وعلى استنهاض الهمم، لأنه عندما نشتغل على هذا بوعي يمكننا أن نصل إلى المكانة التي تليق بسوريا والتي تليق بشهداء سوريا وبما قدمت سوريا خلال هذه السنوات، وأيضا بتاريخ سوريا الذي يفخر به جميع أبناء الشعب السوري وحتى من اطلع عليه من أبناء العالم. يعطيكم ألف عافية دكتور، فخورين بكل أعمالكم، ومثل ما ذكرت يعني اليوم سنوات الحرب ما كانت سبب لحتى توقفوا أي عمل أو أي نشاط. اليوم نحن مقبلين ببداية 2024، أكيد في داتا، في خارطة، في مسابقات، في اشتراكات دولية ومحلية. خلينا هيك نعرف من خلال وجودك لليوم شو أهم النشاطات. نعم، حقيقة في الأيام المقبلة أو في هذا العام لابد من الاستمرار بتطوير للنهج الذي اشتغلنا عليه خلال الفترة السابقة. كان هناك مؤتمر يفترض أن يعقد في سوريا بالتعاون مع أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، وهناك طباعة كتاب أيضا مهم عن نهاية الحرب أو نهاية اللعبة التي حاول البعض أن يلعبها بسوريا. نشتغل على أن يكون هذا المؤتمر في هذا العام، سيعقد وسيشارك في هذا المؤتمر مجموعة من الباحثين والكتاب والمترجمين والدبلوماسيين والوزراء السابقين في فرنسا. سيكون هناك أيضا اشتغال على مستوى الأمانة العامة لاتحادات الكتاب العرب. سيكون هناك الكثير من العمل، سواء كان هذا العمل يتعلق بالعلاقات الدولية أو بالعلاقات العربية أو بالوضع الداخلي المتعلق باحتضان الطفولة والشباب وتطوير هذه الحال، وأيضا إقامة مهرجانات. يعني هذا هو مجمل مختصر لما يقوم به. مشكورة جهودكم دكتور محمد والجهود اللي عم يقوم فيها الاتحاد على كافة الأصعدة. بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم. شكرا، كل الشكر. شكرا لك دكتور ولحضورك، نعطيكم ألف عافية. وبانتظار هيك النشاطات 2024 نورت صباحنا. أهلا وسهلا، يعطيك العافية.